بتحف فنية مميزة وأكلات شعبية وألبسة تقليدية تراثية، استعرض أزيد من 25 حرفي أجمل ما جادت به أناملهم وإبداعاتهم من أجل تجسيد الذاكرة الجماعية من خلال أسبوع دولي زاخر بألوان الإبداع والثقافة. وفي هذا السياق أكد رئيس جمعية الحرفيين تفتيلت إنازورن أو شمعة الفنانين أن الأسبوع الدولي هو فرصة لتعزيز التعاون بين الشعوب المشاركة لدعم العمل الثقافي وترسيخ دعائم الثقافة المحلية والعربية. ذاك النار تاع ثمغران هي لن تمرتي براني لن سبعان تمران ديوسان حضرة ذاك تمرتي هنا وسنين عطيت الصحة هذه وي ذاك ديوسان كثمر قلا ولاية لن تمت 25 ولاية ديفانا ديس نادي زرع يعني ثمغرات كما سنس 25 قلا ميزون توسع مروش المدرسة 28 فوت كم غراي هنا وان الأشقاء المغرب حضرنا في هذا المعرض في وسط أبجية بالدولة الجزائرية. نحن مجموعة من الصناع التقليديين بمدينة في المغرب. هذه يعني بلدنا الثانية وإن شاء الله دائما نجيكم على الفرح وعلى الخير ونحن شعب واحد. تجدر الإشارة أن مبادرة جمعية الحرفيين نظمت بإمكانياتهم الخاصة وذلك في سبيل تشجيع ممارسة الحرف التقليدية والمحافظة على موروث الأمة. يا الجزائر يا بلد المليون والشهيد.